بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا تحت العنوان شادو فورماتينج. كليك يمين يا جماعة وفورمات شيب على الأروضة على السهم ديت ونروح على التبويب شادو. ومن شادو يا جماعة أنا عندي شوية حاجات كده سهلة وجميلة وبسيطة مفيهاش حاجة. البريسيتس عندي إعدادات مسبقة لشكل الشادو اللي هيكون في السهم إزاي، وعندي اللون بتاع الشادو عايزه يبقى إيه، عندي الترانسبيرنسي الشفافية بتاعه وحجمه، البلر إن هو يبقى بلر ولا لأ، الزاوية بتاعه، الديستانس المسافة ما بين ال ما بين ال الشيء و و والشادو، يعني المسافه ما بين العنصر والشادو بتاعه. والكلام ده طبعا كلام سهل وبسيط وجميل وما فيهوش حاجه، هو الكلام ده بيشابه لنسبه كبيره شويه او بامر بسيط بيحاول يحاكي بعض الامور اللي موجوده في الفوتوشوب. لكن الويزارد ده بجد جميل، انت ممكن تستخدمه عشان تحصل على حاجه معينه انت تقصدها في تصميمك التعليمي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.